صباحك فرح. صباحك سلمى. رجعت الشتوية. رجعت ثلاث أيام سلمى ومخلص شتوية. إن شاء الله يا رب. وبدنا أكيد نصبح على كل المشاهدين وين ما كانوا عم يتابعونا. يوم جديد، نهار جديد، تقلوا لبس وأنتم طالعين، معلش منخفض ورح يمر. إن شاء الله يا رب الصحة والعافية لكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. عم طلع عليكم من مطعم بيرلاند، نشكره على استضافة صباحنا. غير مواضيع عديدة رح تكون معنا اليوم بين الصحة والقانون والمجتمع، رح نفصلهم أكيد مع ضيوفنا. ويسعد صباحك عن جديد. صباحك مرة تانية سلمى، وصباح الخير لكل السوريين وين ما كانوا عم بيتابعونا، لكل مشاهدي الأخبارية السورية بالتحديد. اليوم مثل ما قلنا كثير المواضيع المهمة والضيوف الاختصاصيين اللي رح يرافقونا على مدار ساعة وربع من الوقت. ابقوا معنا بعد الفاصل. روح مثل العادة ونقلب بروزنامة التاريخ لنتعرف على أبرز الأحداث اللي شكلت حكاية اليوم بالتقرير التالي. اليوم 11 نيسان، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام. بعام 1814 نابليون بونابارت يتنازل عن العرش للمرة الأولى، ومثل اليوم من عام 1919 تأسيس منظمة العمل الدولية، وبعام 1970 مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إلى الفضاء، وبعام 1986 هالي يدخل المدار الذي يعد أقرب نقطة إلى الأرض. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1825 فرناند لاسال، سياسي واقتصادي ألماني. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بعام 1971 يوسف يعقوب مسكوني، مدرس وباحث تاريخ وكاتب عراقي. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم 11 نيسان. نهاركم سعيد. أما الأخبار المنوعة سلمى اللي تعودنا نبدأ فيها صباحنا منتابعها بالتقرير التالي. التحمت مركبة سيوز ام اس 18 الفضائية التي تحمل اسم رائد الفضاء الأول يوري جاجارين بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح بعد انطلاقها من مطار بايكونور الفضائي في كازاخستان. طاقم أحد المستشفيات بكولومبيا لمعمرة تبلغ من العمر 104 أعوام بعد أن تعافت من إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من عام. وبعد شفاء من كورونا للمرة الثانية نقلت المرأة بسيارة إسعاف لدار الرعاية اللي بتعيش فيه، ولم يقتصر الأمر على هزيمة المرأة لكورونا مرتين فحسب، بل تعافت أيضاً من سرطان الجلد وهي ولدت في مدينة تونغا بعام 1916 وعند ابنة تبلغ من العمر حوالي 70 عام.
وإلى خبرنا الأخير لليوم، تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه سحلية عملاقة تدخل سوبر ماركت بتايلاند وتثير ذهول بين المتسوقين الذين أخذوا يصورونها بكاميرات هواتفهم الجوالة. رح لأولى مساحتنا الطبية لليوم، ورح نحكي عن حلول فصل الربيع. كتير من الأطفال بيعانوا من التحسس الربيعي، وممكن بكتير من الحالات أنه يكون أصلاً في خلط عند أهلهم بين التحسس الربيعي والربو التحسسي. رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع. خلونا نروح للمادة وبعدها نتعرف على التفاصيل مع ضيفتنا. تنتشر الحساسية في وقت تغير الفصول وتقلب الجو، ولكنها تزداد حدة مع حلول فصل الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح التي تعد مسببة للحساسية في حد ذاتها، بجانب الأتربة والتقلبات الجوية بين البارد والحار. وبهذا الفصل تبدأ العواصف الترابية، ولأن تأثير الحساسية في الربيع للأطفال تكون أكثر حدة عليهم لمناعتهم المنخفضة وتأثرهم بالعدوى سريعاً، يمكن لبعض الأهل أن تختلط عليهم الأعراض بين التحسس الربيعي والربو التحسسي الذي هو التهاب مزمن للمسالك التنفسية وتحسس للشعب الهوائية، تشمل أعراضه أيضاً السعال الشديد، ضيق التنفس وضيق الصدر. وأكدت آخر الدراسات إلى أن العوامل الوراثية لها دور بالإصابة بالربو التحسسي، كما تلعب البيئة المحيطة أيضاً دوراً كبيراً في إصابة الطفل به، حيث يتسبب تعرض الطفل حتى وهو جنين لدخان السجائر في ارتفاع خطر الإصابة. لنعرف أكثر عن الربو التحسسي عند الطفل وكذلك التحسس الربيعي، خلونا نرجع لضيفتنا لليوم الدكتورة لمياء البضنة، أخصائية بأمراض الأطفال. مثلا مثل ما تابعنا بالمادة اللي شفناها اليوم عم نحكي عن التحسس الربيعي، كيف بنقدر نحمي أطفالنا منه أو حتى طرق العلاج؟ كل هاي التفاصيل رح تجاوبنا عنها دكتورة لمياء البزنة الأخصائية بأمراض الأطفال. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، صباح الربيع اللي تأخر يمكن. يسعد صباحك دكتورة. صباح كانون اللي إجا بنيسان ما نعرف ليش. خلينا نبلش ونحكي شوي عن التحسس الربيعي، كيف ممكن يعرفوا الأهل انه الطفل عم بيعاني من تحسس ربيعي مو مره ثانيه؟ هلا مثل ما كنا عم نقول هلا انه الربيع الناس كثير بتستناه وقت حلو، خلص البرد، فتح الزهر، جو دافي، الناس تطلع مشاوير، بس الصراحه الربيع بيكون كابوس على كثير من الناس وعلى الاطفال وعلى اهاليهم. يقدر عالميا انه 15 ل 20% من سكان العالم بيعانوا من الحساسيه، ولو انه حساسيه الربيع عم تزيد اما لانه يمكن زادت الملوثات بالجو او انه الناس صارت تطلب اكثر العلاج. بس قبل ما نحكي خلينا نقول شو هي الحساسية. الحساسية هي رد فعل الجسم تجاه مكون الجسم بيعتبره غريب. مثل ما بنعرف انه اسباب حساسية الربيع اول شيء تقلب الجو، تغير الفصول، الشيء الثاني الأتربة والغبار، والشيء الاساسي هو حبات الطلع او حبوب اللقاح اللي هي عبارة عن بودرة صغيرة موجودة ضمن الازهار، تنشر الأزهار لمسافات طويلة لحتى تقوم بإلقاح بعضها لحتى يبلش تفتح الأزهار. فلذلك حساسية الربيع مرتبطة بفصل الربيع وقت انتشار حبوب اللقاح. عادة بتبلش بأول آذار لنص آذار وبأحيانا بأواخر شباط. هلأ هالحبوب الإلقاح كتير ناس بيتعرفوا عليها، بتدخل على مخاطيط الأنف والفم ما بيلاقوها مزعجة. بعض الناس اللي هني عندهم استعداد للحساسية بيعتبروا أنه حبوب هاللقاح هي أجسام غريبة وبيعتبروا أنه ضارة بالجسم، بيستنفر الجهاز المناعي تبع الجسم، ببلش بينتج أضداد، ببلش ينتج مركب اسمه الهيستامين. مادة هالهيستامين هي المسؤولة عن أنه الإحمرار والحكة والعطاس والسعال وكل هالقصص هي اللي بنشوفها بفصل الربيع.
معناته في ناس عندهم استعداد اكثر من غيرهم لانه يكون في عندهم تحسس اكثر للشغلات اللي بتعمل حساسيه الربيع. دكتوره دائما بنسمع عن الربو التحسسي وحساسيه الربيع، خلينا نفرق بيناتهم وكيف الاهل كمان بيقدروا يفرقوا بيناتهم؟ هلا حساسيه الربيع مثل ما قلنا الاثنين الصراحه اثنين موجودين، حساسيه الربيع والربو التحسسي موجودين عند اشخاص عندهم تاهب اكثر. حساسيه الربيع اول شيء مرتبطه باسم الحساسيه الموسميه، مرتبطه عاده بفصل الربيع، ممكن نلاقيها احيانا بالخريف بس هي اكثر بالربيع مثل ما قلنا لانه هي مرتبطه بتقلب الفصول، مرتبطه بحبوب اللقاح. الحساسيه الربيع اعراضها هي بتبلش اذا بدنا نعدهم من فوق لتحت، اول شيء بالعيون بلاقي في حكه وفي دماع بالعيون، في احتقان بالعيون، وكثير ناس بصير عندهم شيء اسمه الرمد الربيعي بيكون كثير مزعج، بيكونوا دائما عم يحكوا عيونهم، جفونهم منتفخه، بيكون عندهم صعوبه الرؤيه بالضوء، بيكونوا مزعوجين من الضوء. العرض الثاني هو العطاس المستمر، بتلاقي المريض اول ما بيقوم من الصبح بيعطس 15 20 مره وبقلب النهار دائما عم بيعطس، كثير احيانا هي قصة بتعمل له إزعاج بالمحيط بين الناس الموجودين حواليه. بيعمل أحياناً سيلان أنف، انسداد أنف، بيعمل حكة مزعجة بالأنف، ممكن يتطور ليعمل شيء اسمه التهاب أنف تحسسي بيلتقى على مدار العام كله بس بيكون أكثر فصل الربيع، بتلاقي الطفل دائماً عم يعمل هيك من كتر الحكة حتى بتصير عادي عند الطفل، أو عم يعمل هيك حركات بتمه أو أنفه لحتى يخفف حساسية الأنف. هدول الأطفال بيشكوا كتير من حكة بالبلعوم، من احمرار احتقان بالبلعوم. هون نقطة صغيرة للأمهات ولو ما بلشنا لسه بالعلاج، كل طفل عنده حكة بالبلعوم أو احتقان أو احمرار أو إزعاج بالبلعوم بفصل الربيع وما عنده حرارة، هي حساسية ربيع، لا تركدي على دواء الالتهاب تمام، لأنه التهاب البلعوم عادة بده ترفع حروري، هي واحدة من الأخطاء الشائعة. والأم بتعرف أنه ابنها عادة عنده حساسية بهالوقت، بصير عنده شوية ألم بالبلعوم وإزعاج، بتبلش بدواء الالتهاب اللي ما رح يفيده تمام. واللي حيقلل أكثر من مناعته حيزيد حساسية الربيع. الأعراض الثانية ممكن لا يمكن يكون لا يحكي بالجلد وحتى تهيج، وكثير ناس بيصير عندهم حتى طفح شروي أكثر بحساسية الربيع. هلأ الربو التحسسي مختلف تماماً، الربو التحسسي هو حدثية تصيب الطرق التنفسية تحديداً القصبات والقصيبات الانتهائية، عادة ما بيترافق مع عطاس وسيلان أنف ودماء، عادة يترافق بسعال أو بوزيز اللي هو الأم بتقول عليه صوت خرة أو نحن بنسمعه بالسماعة. الربو قد يظهر بكل فصول السنة، يتحرض بالشتاء أكثر بإنتان تنفسي علوي، وفي بعض أطفال بيكون عندهم ربو أكثر بفصل الربيع. إذن الربو هو حدثية مختلفة عن التحسس الربيعي. هلأ المزعج أنه الأطفال اللي عندهم تحسس ربيعي وخاصة التهاب أنف تحسسي قد يتطور لديهم ربو على المدى الطويل، أو هن أشخاص مؤهبين لأن يتطور لديهم ربو تحسسي بعدين. طيب دكتورة، بما أنه حكينا شوي عن الأعراض وفرقنا بين الربو التحسسي أو التحسس الربيعي، خلينا نحكي هلأ صار في كتير اختبارات ممكن تأخذ الأم طفلة على العيادة يخضع لأنواع اختبارات بقلب العيادة بيبين إذا هو عنده تحسس دائم ولا تحسس ربيعي، وصار في إلها كتير علاجات. هل بتشوفي بالعيادة في أشخاص عم بيكشفوا هذا الشيء ولا لا؟ الحقيقة عم بروح صوب أنه عم يتطور المرض لنوصل لأنه ممكن يصاب بالربو. هلأ التشخيص التحسس الربيعي هو تشخيص بالأعراض السريرية، الأعراض اللي ذكرناها بتتكرر عادة عند الطفل بكل فصل ربيع، بتزيد بالليل خاصة عند النوم. يقال أنه التحسس الربيعي هو مزعج محدد للفعالية لأنه الشخص بنهار بده يطلع في حبوب اللقاح منتشرة بالنهار حتزعجه، هالاحتقان هذا بيزيد بالليل ما بيقدر ينام بالليل، بيصير عنده انسداد أنف مستمر، انسداد هالأنف بيعمل له صداع، بيقيد من فعالية الطفل من حركته من نشاطه وخاصة بالهواء الطلق. عادة التشخيص بالأعراض السريرية، طبعا في شيء اسمه تشخيص باختبارات التحسس الجلدية. مبدأ اختبارات التحسس الجلدية أنه نحن بناخذ أشهر العوامل المحسسة مثل ما قلنا غبار الطلق، أحيانا العت وخاصة بألعاب الأطفال وخاصة ألعاب الأطفال المحشوة، بناخذ هالمادة المحسسة بتكون ممددة لآلاف المرات وبنحقنها عند الشخص تحت الجلد ونشوف قديش في له قد صار في ارتكاز تحسسي لحتى نحدد هو من شو عم يتحسس. وبعدين صار التجربة انه نعطيها مثل لقاحات، انه نحن هالمادة هي نعطيها شوي شوي لحتى نعمل مثل ازالة تحسس لهالمادة.
طبعا هي قد تفيد بالتشخيص ولكن يعني ليست مفيدة دائما. الاختبارات اللي جايتنا من بلاد غربية ما أنا مصنعة عنا، فأنا كثير من المواد المحسسة الموجودة ببلاد برا ما أنا موجودة عندي. قد تفيد أحيانا يعني عند بعض الأطفال، وقد تفيد هذه الاختبارات بالتقليل من التحسس لبعدين، بس برجع بقول إنه اختبار إنه التحسس الربيعي تشخيصه كتحسس ربيعي هو تشخيص سريري. أحيانا نعمل تحليل كريات بيض بلاقي ارتفاع بتعداد الكريات البيض بالدم وتحديدا على الحميضات اللي بتشير للحساسية. أحيانا بيرتفع شيء اسمه الاي جي اي، هذا كمان بيشير للحساسية. طبعا بالنسبة للربو التشخيص بثلاث نوب متكررة عند طفل بعمر أكثر من سنة، وجود قصة عائلية للربو، استجابة المريض على الموسعات القصبية، يعني أنا جاني مريض عنده سعال أعطيته موسع قصبي استجاب. في عنا شيء كمان اختبارات التنفس اللي ممكن نشوفها، صورة الصدر، إصغاء السماعة الوزيز. فكتير أحيانا تشخيص سريري ومتعلق بالأعراض أحسن من كلف الأهل بتشخيص باهظة، وأحيانا قد لا يمكن أنه نحن نتجاوزها. لو فرضنا أنه المريض يتحسس لغبار الطلع، طب أنا شو بعمل؟ ما اكيد ما رح اقدر امنعه انه يطلع بالهواء الطلق، بس اكيد حاعطيه اجراءات وقايه. فاذا التشخيص سريري وما في داعي للاختبارات الباهظه جدا الا بالحالات الشديده المعنده اللي ما استجابت على كل شيء علاجات بعملها، بلجا لاختبارات التحسس الجلديه. دكتوره حكيتي عن الاجراءات الوقائيه، ومثل ما بنقول دائما انه هو فصل، نحن ما بنقدر نمنع هذا الفصل او حتى كل العوامل الجويه اللي بتصير. اذا الام بدها تحمي ابنها خاصه انه في تجربه سابقه مع التحسس الربيعي، شو هي الإجراءات الوقائية؟ هلا عادة مثل ما قلنا التحسس الربيعي الوراثة مؤهبة له، إذا كان الأم أو الأب عندهم استعداد بنلاقي الطفل عنده، فلذلك بتكون العائلة بتعرف يعني أساسا متعودين على هالجو. الأساس بالتحسس الربيعي إنه هي حبوب الإلقاح. هلا حبوب الإلقاح مشكلتها شو؟ إنه هي ما بتكون بس بالنباتات القريبة منها، هي تسافر مسافات طويلة، تلتقى بكتير شجر مثل شجر الزيتون والبلوط والحور والسرو وكل شيء، معناته هي أشجار موجودة حوالينا. حبوب الإلقاح أكثر شيء ذروتها بتكون منتشرة بكثافة بالصباح الباكر ما بين الساعة 5 للعشرة صباحا. طيب معناته أنا إذا بقدر أتجنب الخروج بساعات الصباح الباكر بكون كتير منيح. أقل شيء بتكون موجودة حبوب اللقاح بمنتصف النهار من بعد الإدعش وطالع وبالمساء الباكر، فمعناته أول شيء أني أتجنب الخروج بالذروة بوقت انتشار الكثيف لحبوب اللقاح. أنا إذا اضطريت بدي أطلع بحاول أنه أحط نظارة شمسية، الأطفال كتير بينبسطوا في نظارات شمسية كتير حلوة بيحطوها، بنحاول أنه نحط طاقية. ليش؟ لأنه الحبوب هاي أو الأتربة أو الغبار كل شيء مسبب للحساسية بتعلق بالشعر. هلا لما بيرجع الطفل على البيت اذا ما قدرت الام انه تحمم له شعره، لانه واحدة من الاجراءات الوقائيه انه لما ترجع على البيت تشلحه الثياب اللي كان لابسها، تحطها جانبا، تحطها بالبرنده وترجع تعمل له حمام تحديدا لشعره. اذا ما قدرت تحمم له شعره الطفل نام، معناته حبوب الالقاح نزلت على الوساده، رجع الطفل تنشق بالانف والفم، لانه مبدا حساسيه الربيع هو دخول حبوب اللقاح والتصاقها بمخاطيط الانف والفم، هون بتبلش الاعراض. فاذا نحط طاقيه، يحط الطفل نظاره شمس، لما نحاول قدر الامكان تبعد عن الاماكن اللي فيها اتربه وفيها تيارات هوائيه قويه. هلا الطفل احيانا بده يطلع على الجنينه، طيب انا بحاول لعبه بمكان بعيد عن الاتربه. رجع على البيت الطفل بننزع الثياب اللي كان لابسها، بنعمل له حمام مثل ما قلنا خاصة للشعر، ما قدرنا على الأقل منغسل إيديه ومنغسل وشه، منحاول نقلل قدر الإمكان من الحبوب أو الأتربة اللي ممكن تكون علقت فيه. بيجي فصل الربيع لسه نحن معدين السجاد، طيب هدول كلياتهم هي نحن عم نحكي على حبوب طلع، هي جزيئات مجهرية أنا مالي قادرة أشوفها، هي عاملة كل هالشي بس أنا مالي قادرة أشوفها، معناته ممكن الطفل إذا فات انه ثيابه او الاحذيه اللي لابسها تعلق بالسجاد، يفضل انه الطفل يخلع الحذاء برا. واذا انا بعرف انه طفلي او اهل بيتي عندهم تحسس ربيعي، ما بستحي ابدا من الضيوف انه اقول لهم اذا سمحتوا اخلعوا الحذاء برات البيت. نحاول ننظف السجاد بمكنسه الكهرباء اذا بنقدر، لانه هي بتعمل ازاله كبيره لهالجزيئات المجهريه هي. نحاول انه نهوي البيت كتير، بس مثل ما قلنا بنبتعد عن تهواية البيت بوقت الذروة لانتشار حبيبات اللقاح. يفضل دائما انه يكون في عنا منخل يكون كتير كتير الثقوب تبعه كتير صغيرة لحتى نمنع من دخول حبيبات اللقاح لداخل المنزل. الشيء الثاني انه دائما مثل ما قلنا نحن حبوب اللقاح عم تلزق بمخاطيط الانف، فدائما قبل ما يطلع الطفل يعمل استنشاق بشوية ماء وملح
وبس ليرجع يعمل نفس الشيء تنظيف لأنفه وفمه، وما في ضرر ابدا انه يكون معه قطارة صغيره فيها سيروم فيزيولوجي موجوده بكل الصيدليات، انه كل ما لقى حاله متضايق انه يقطر فيها. اول شيء هي بتعطيه احساس بالراحه، والشغله الثانيه بتعمل غسل مستمر لمخاطيط الانف. طيب دكتوره، هي بما يخص الربو الحساسيه الربيع، طب خلينا نحكي عن الربو التحسسي. اليوم يعني الطفل اذا انصاب بسبب قصه عائليه او كان جسمه عنده حاله تاهب، فبده يضل بهالعلاجات لفتره طويله من العمر، مثل ما بيقولوا علاج طويل الامد. شو الاجراءات اللي لازم ياخذوها الاهل مع اطفالهم؟ هل ممكن يشفى ولا لا؟ أول شيء الربو كمان الأساس بالعلاج فيه هو الوقاية من المحسسات. طبعا على رأس المحسسات هو التدخين والأرجيلة، سواء لمريض التحسس الربيع أو للربو، بس لمريض الربو كتير بتكون أكتر. فإذا ممنوع التدخين، ممنوع الأرجيلة بالبيت. حتى الأم اللي هي مدخنة وما بتقبل أنه توقف التدخين، من إلا أنه إذا اضطريتي أنك تدخني يا ريت تلبسي شيء فوق ثيابك، حيث أنت إذا حملتي طفلك وخاصة طفل الربيع ما تكون ريحة ثيابك دخان. غسلي إيديك، حاولي أنه تغيري هذا الرب. فإذا أول شيء التدخين، الأرجيلة اللي شاع استخدامها كتير، المنظفات المنزلية مثل الكلور والفلاش اللي ريحتها كتير واخذة، الروائح العطرية، العطر للديودوران، الروائح القوية كلها هي نحاول أنه نبعد عنها، لأنه هي بتصير كتير نوبات الربو حتى لو الطفل ما كان عنده. الإنتانات التنفسية ممكن أنه تصير نوب الربو، هدول الأطفال بيستفيدوا كتير من إعطاء لقاح الجريب كل سنة. الشيء الثاني، مرضى الربو بيختلفوا عن مرضى التحسس الربيعي، انه صار في علاج عن طريق بخاخات انشاقيه تحوي كورتيزون موضعي. اعطاء هالبخاخات هي على فتره طويله وخاصه بفترات التحسس بتفيد من انه هدول الاطفال يعملوا نوب لاحقه. في مواد ثانيه مثل اللوكست ومواد ثانيه بكل الاشكال التجاريه بتفيد كثير عند هدول الاطفال باعطاء على المدى الطويل، بس برجع بقول انه الوقايه من المحسسات هي الاساس. انا ما بستفيد ابدا إذا عم بعطي الطفل بخاخات، عم بعطي موسعات قصبية، عم بعطي شيء إنشاقي وبعدين قدام منه في حدا عم بيدخن فعلياً. أنا بقول للأم إذا أخذتي علاج في حوالي حدا عم يدخن لا ترجعي لعندي، لا تقولي لي أبداً الطفل ما تحسن، لأنه لن يتحسن السعال ولن تتحسن الأعراض. علاج الربو مثل ما حكيتي على فترة طويلة، قد يستمر مدار السنة، لأنه قد لا يكون فقط بوقت الربيع. في كتير أطفال عندهم نوب ربو شديدة وقت الصيف، يعني وقت اللي ما عنا إنتانات تنفسي، وقت اللي ما عنا فصل الربيع، هدول أكثر من غيرهم عندهم أعراض أشد من غيرهم، لذلك الوقاية بتستمر عندهم كتير أحياناً طوال السنة كليتها. شوفي دكتورة، في إمكانية العلاج والشفاء بشكل كامل من الربو التحسسي، أو مثلا ممكن مع العلاج للتحسس الربيعي ممكن الأم سنوات ما عاد يصيب ابنها تحسس ربيعي أو لا؟ يعني ما في شفاء تام، بس لقوا انه كل ما كبر الطفل بتكون الاعراض اقل، وخاصه بالنسبه للربو. بتقول بتيجي الام بتقول لما كان عمره 5 سنين كان عنده نوب كتير كتير شديده، كل ما كبر بلشت النوب صارت تتحسن تمام، تتحسن الاليات الدفاعيه المناعيه عند الجسم. يمكن الطفل بصير كمان اكبر، بصير تعرضه للمحسسات اقل من هيك. الربو نحن يصنف الى ربو خفيف ومتوسط وشديد. تقسيمات هالربو هي بتتعلق بثلاث شغلات: كم نوبة بتجي للطفل بالاسبوع، قديش هالنوب هي بتاثر عن غيابه للمدرسه، وقديش وتقلقه بالنوم الليلي، لانه بنعرف انه السعال التحسسي وخاصه سعال الربو هو سعال ليلي خاصه، لذلك بيكون مزعج. طبعا الطبع متطور، صار في كثير عندنا مركبات انشاقيه للربو. هون فرصة أنه ننبه الأمهات أنه أنا لما بعطي الطفل بخاخات مباشرة الأم بترتعب، دكتورة رح يتعود عليهم، دكتورة ابني معه ربو. برجع أنا دائما بقول بغض النظر عن المسميات، بدك تسميه ربو، بدك تسميه التهاب غصبات تحسسي، بدك تسميه تحسس ربيعي، حمى القش، أي شيء. الأساس أنه هدول الأطفال عندهم استعداد أنه يكون ارتكاسهم للمواد المحسسة أكثر، عندهم أعراض. أنا المهم أني خفف الأعراض، اسمح للطفل أنه يعيش نمط حياة عادي. الأطفال اللي عندهم تحسس ربيعي بصيروا بيخافوا يشاركوا بنشاطات رياضية، لأنه بده يطلع ويلعب رح يعطس، أحيانا بيكون عنده بيستحي قدام أطفاله. خاصة هلأ نحن صرنا بوقت الكورونا، صار كل ما واحد عطس الناس بتبعد عليه، بيخاف أنه فعلا عم يكون عنده سعال، فالناس عم تخاف أنه تقرب عليه. الأطفال كمان عم بيخافوا أنه يعطسوا أو يسعلوا. هذا الطفل نحن بدنا نعطيه علاج على المدى الطويل. البخاخات هي
حجر الأساس بعلاج الرب، وهي عبارة عن موسعات قصبية مضاف إلى مواد كتير بتخفف من الإفرازات ضمن القصبات، لأنه أساس الرب تضيق قصبات وانفرازات شديدة. فائدة هالبخاخات هي أنه بتوصل لي الدواء للشجرة القصبية، معناته تأثيرها فعال. ما في شيء اسمه يتعوض الطفل على البخاخات، في شيء اسمه وقاية على المدى الطويل، في شيء اسمه علاج، في شيء اسمه بدي يريح الرئة، بدي اسمح للطفل يعيش حياته. دائما الأم بيخافوا، أنا لما بعطيه بخاخ كورتيزوني دكتورة رح يأثر الكورتيزون. كورتيزون كلمة مرعبة بالنسبة للأمهات. برجع بقول الكورتيزون هو دواء، هو حجر الأساس بعلاج كل شيء تحسسي. الكورتيزونات الإنشاقية لم يثبت أنه لها أي أضرار على المدى الطويل، غير أنه أحيانا ممكن تعمل بعض الفطور بالفم، يفضل الطفل بمضمضة بعد إعطاء البخاخات. وبحالات استخدامها لفترات كتير طويلة ذكر أنه إلها قد تسبب أحيانا فشل نمو أو قصر قامة، بس بيرجعوا بيقولوا أنه فشل النمو عند هالأطفال مو متعلق بس بالبخاخات، قد هو ما متعلق إذا طفل عنده ربو مزمن. طيب دكتورة قبل ما نختم، يعني كتير من الحالات حاليا بهذا الوقت مثل ما ذكرتي بكورونا بيصير في اختلاط، حتى انه هو بيكون عنده ربو، ممكن ربو تحسسي او حتى تحسس ربيعي، وبيتعالج علاج اخر. قد ايه في مشكله بهذا الموضوع؟ قد ايه عم تشوفي حاليا بالعيادات؟ هو الحمد لله نسبه الكورونا عند الاطفال قليله، عم يكونوا يمكن حمله للاعراض وعم تكون اعراضهم خفيفه، رغم انه طبعا في منهم عم يطوروا اعراض شديده. الكورونا عند الاطفال عم تتظاهر بشيء اسمه داء كوازاكي، ترفع حروري وضخامات عقديه ومختلفه تمام. برجع بقول اعراض التحسس الربيعي هي مرتبطه بالفصل، هي عباره عن عطاس، سيلان انف، انسداد انف، دماع مستمر، حكه، اللي هي الاعراض ما انا موجوده بالكورونا. في حال صار في عندنا حراره، تعب عام، وهن عام، الام عضليه شديده، ساعتها بنفكر بالكورونا. طبعا قالوا انه الناس اللي عنده الربو هن اكثر اصابه بالكورونا، بس مو هذيك النسبه كتير شديدة. برجع بقول الحمد لله إصابة الأطفال أقل من إصابة الكبار. طيب كل شكل لك دكتورة، ونتمنى فعلا تكون كل المعلومات اللي قدمتيها على مسمع كتير من الأمهات اللي دائما عندهم كتير من التساؤلات خاصة بفصل الربيع، والصحة والسلامة أكيد لكل الأطفال. شكرا لك دكتورة. شكرا كتير لكم، دائما بنتمنى ربيع هادي وحلو بالنسبة لكل الأطفال. شكرا لك دكتورة، شكراً كل الصحة والعافية لك. أكيد شكرا. أما هلأ سلمى، فمننتقل لتقرير جدا مميز عم نحكي فيه عن ضفة اليسرى من نهر الفرات، حيث تقع القلعة الأثرية، طبعا قلعة جعبر، وهي جزيرة وسط البحيرة. أكيد لحتى نعرف أكثر بدنا نروح للتقرير التالي. يعد الجسر المعلق من أهم معالم مدينة دير الزور، والذي ارتبطت صورته بالمحافظة بشكل عام. الجسر الذي تعرض لاستهداف العصابات الأرهابية منتصف العام 2013، بني في عشرينيات القرن الماضي، وتميز بتصميمه الفريد الذي جمع بين الأسلوب الغربي في بناء الجسر المعلقة مع اقتباس بعض الملامح المعمارية العربية. الميزة أنه بهذاك العصر أنه هو يكون سابقة يعني بتكوينه وبتصميمه، ولحد الآن أحدث الجسور بالعالم قامت يعني تتنفذ على نفس المبدأ. هو عبارة عن ركائز بيتونية تحمل جسم الجسر بواسطة شدادات أو أكبال. فالجسر عندنا هون تقريبا شيء 460 متر طوله بين ضفتين الفرات، يتألف من أربع ركائز بيتونية ارتفاع الركيزة 27 متر، بالإضافة إلى ركيزتين شاطئية مشان تمسك الجسر من طرفين. والمميز فيه أنه مرونته، يعني يتذكرون أهل الدير سابقا أنه الواحد لما يمشي عليه يتحرك مع حركة الرياح، فهذا الميزة اللي أعطته هالمرونة وهالديمومة الطويلة. عرض الجسر تقريبا شي 3 أمتار، كان يتسع لسيارة واحدة، وكان بحركة تنظيم سير بين الطرفين، يعني حتى من هذاك الوقت كان تخاطب سلكي بين الطرفين لسماح بتعداية السيارات وهالأمور. الفرنسيين لما أنجزوا أخذوا شوي من الملامح المعمارية للمدينة، شوف أنه بملامح القوس العربية أو مع الحركة الموجودة به أعطته شيء جمالي، بالإضافة للشيء الهندسي أو الشيء العسكري اللي انبنى. لما انسحبوا وتحررت سوريا، حاولوا الفرنسيين تدمير المنشأة هاي،
بس بجهود، وكل أهل الدير يعرفون الأشخاص اللي قاموا بجهود بإبطال مفعول العبوات اللي وضعوها مشان يفجروا الجسر، مشان يستمر الجسر. وللأسف نقول إنه فرنسا ما قدرت تدمره، بس أجل الإرهاب بوسائل الوضيعة واستطاعوا تدميره. وللجسر مكانة كبيرة في نفوس أبناء المحافظة لارتباطه بعاداتهم ومناسباتهم. هذا الجسر علق بعادات وتقاليد وروحانية المدينة، فيشعر كل الديري يشعر أن هذا الجسر جزء منه. وفي أفراحهم كل الأعراس التي كانت تقام منذ الثلاثينيات من هذا القرن فإنما كانت تقام إلا بمرور على الجسر، فالجسر يعني أصبح إحدى ركائز الحفل الزفاف. يجب أن تذهب العروس وإلى وتقطع الجسر، فإذا قطعت الجسر عندهم تقول قطع الشر. كذلك الطفل، كان إذا يولد طفلا لابد ما يقطع من الجسر. أيضا هذا الجسر أصبح مغنى للشعراء والأدباء، وكل زائر يزور هذه المحافظة كان يطلب أن يذهب إلى الجسر. ويبقى الأمل قائما لدى كل واحد من أبناء ديار الزوار أو زوارها الذين يحملون ذكريات جميلة على الجسر المعلق أن يتم إعادة تأهيله بأقرب وقت ممكن. للإخبارية السورية براهيم الظلي، ديار الزور. طبعاً فرح طبعاً الجسر المعلق هو من أهم المعالم التاريخية اللي موجودة بمدينة دير الزور، وكل الناس يمكن ارتبطت بذهنهم هالمدينة بهذا المعلم. طبعاً رح نرجع هلأ ونشوف مثل ما قلتي القلعة الأثرية اللي موجودة على الضفة اليسرى من نهر الفرات. تفاصيل أوفى خلينا نتابعها بالتقرير التالي. قلعة جعبر تقع في منطقة الجزيرة على الضفة الشمالية لنهر الفرات، وتبعد 53 كيلومتراً من مدينة الرقة. تقوم القلعة على هضبة كلسية بيضاوية الشكل مشرفة على بحيرة الأسد، وهي قلعة ذات سورين يضمان عدداً من الأبراج تزيد عن 35 برجاً. تنسب القلعة إلى جعبر بن سابق القشيري الذي عاش في القرن الحادي عشر للميلاد، وكان يتحصن بها مع قبيلته ضد خصومه من القبائل الأخرى، إلى أن استولى عليها السلطان السلجوقي ملك شاه ألب أرسلان عام 986. قلعة جعبر اليوم هي جزيرة تتوسط نهر الفرات، وهي مقصد السياح باستمرار لموقعها المتميز. يحيط بالقلعة سوران ضخمان، وفي وسطها تم تشييد مسجد لا تزال مئذنته شامخة بعد أن تم ترميمها، وفي أقصى الجنوب تم تحويل أحد الأبراج بعد ترميمه إلى متحف لآثار القلعة، وأصبح يضم الاكتشافات التي تمت في القلعة. هلا رح نروح على مساحتنا التاليه. فرح، يمكن في كثير من الاشخاص خلال هاي الفتره سمعنا انه ممكن يكون تعرض لعمليه نصب او احتيال، اما ببيع عقار او حتى ببيع سياره. طبعا رح نحكي اليوم عن طبعا هذا الموضوع، وكيف ممكن تنباع سياره او عقار لنفس الشخص بنفس الوقت، ونضوي على هذا الموضوع مع ضيفنا لليوم الاستاذ احمد دعبول. استاذ صباحك واهلا وسهلا. صباحكم الخير يا هلا. صباح الخير مره ثانيه استاذ احمد. وعم نحكي عن مشكله يمكن سمعناها كثير او بنسمعها كثير بحياتنا اليوميه، سياره انباعت لاكثر من شخص، عقارا ما كمان لاكثر من شخص. قد ايه بتواجهوا فعلا هي المشكله، وكيف ممكن تتم؟
هلا مبدئيا القصص هي زادت بالاونه الاخيره خلال سنوات الحرب بسبب يعني اول شيء وجود مناطق ساخنه سيطرت عليها المجموعات الارهابيه، ما ضل في مناطق كاتب عدل، محاكم في مناطق اللي كانت تحت سيطره الارهابيين. لكن من حيث المبدا نحن فينا نجابي هالمشكله هي كلياتها. نحن لما بنرجع للقانون السوري اللي حدد اول شيء شو هو البيع، كيف اليه البيع، كيف بيتم البيع، كيف بيضمن المشتري حقه والبائع حقه، يعني بالنهايه هو حق للطرفين. أو نحن إذا بنرجع للقانون المدني السوري اللي بالمادة 386 منه اللي هو عرف البيع أنه هو عقد فيما بين البائع والشاري، يلتزم فيه البائع بأداء حق أو نقل ملكية شيء أو حق مالي آخر إلى الشاري مقابل ثمن معين محدد القيمة. هون في عندنا شروط لعقد البيع وحقوق له للبائع وحقوق للشاري. حق البائع هو بقبض الثمن وحق الشاري هو في استلام الشيء المبيع. نحن اللي لاحظناه خلال الفترة هي طبعا موجودة سابقا لكن زادت بسبب الفوضى اللي صارت، بسبب ضياع سجلات، بسبب العديد من المشاكل القانونية اللي طرقت خلال الفترة الأخيرة. لكن نحن لما بدنا نضمن حق سواء البائع أو الشاري بيتم حصريا عبر توثيقه أمام الموظف الرسمي اللي هو أمام مكتب التوثيق العقاري أو أمام الكاتب العدل. ممكن يتم دفع رعبون اللي هو عبارة عن إضفاء صفة تعاقد بشكل نهائي، عدم الرجوع عن التعاقد في حال عدم إيفاء أحد الفريقين بالتزاماته أن يقبض تعويض عن هذا الفسخ أو عدم الإيفاء بالالتزامات. لكن بالمجمل إحنا فينا نضمن حق البائع أو المشتري هو بتوثيقه أمام موظف رسمي، أن لا يكون عقد البيع هو فقط عقد عادي. نحن عندنا بالقانون السوري تصنف الأسناد في تصنيف قانوني للأسناد، في عندنا أسناد رسمية وأسناد عادية. الأسناد الرسمية هي الأسناد التي تنظم أمام موظف رسمي، فنحن أي عملية بيع نحن نتفادى فيها المشاكل نحن نتم عقدها أمام موظف رسمي أو أمام مكتب التوثيق العقاري. طيب خلينا نحكي أكثر كمان اليوم أستاذ، يعني كثير من الحالات عم نشوفها حاليا عم تستخدم أدوات ووسائل مختلفة لحتى تقوم بهي عملية النصب. كيف ممكن يضمن الشخص حقه ويقدر يعرف أنه أنا القانون حاميني بهذا الموضوع؟ هلأ بالمنحة هذا للأسف نحن عندنا ضعف قانوني، ضعف قانون او جهل بالقانون. لانه اي شخص عم بيقول لك انا باع البيت لي مرتين عم بيقول هذا نصب علي او احتال علي، صار في عمليه نصب واحتيال منصوص عليها بقانون العقوبات. لكن هون المفارقه انه هذا لا يعتبر نصب واحتيال. القانون العقوبات مادة 141 242 43 نص شو هي شروط وحدد عدة شروط، من خمس شروط لجرم النصب والاحتيال. لكن بالاجتهادات العامة للهيئة العامة لمحكمة النقد واجتهادات محكمة النقد الغرفة الجزائية نصت بانه مجرد وجود المبيع باسم الشخص لو باعوا لأكثر من شخص ما دام لم يتم نقله في السجلات الرسمية في السجل العقاري في السجل المؤقت لا يعتبر نصب واحتيال. انه انا مالك طالما انا ايمت بيعتبر نصب واحتيال؟ لما انا ببيع شيء مو لي، لما انا بعرض عليك مثلا انا عندي هالبيت هذا على اوتوستراد المزق وانا بدي بيعك اياه وانت وثقتي فيني واشتريتي البيت هو المانو باسمي بالاساس، هون فينا ندخل احد شروط جريمه النصب والاحتيال. لكن انا اذا كان البيت فعلا باسمي، قد اكون انا فعلا بايعه لشخص اخر بموجب وكالي، قد اكون بايعه لشخص اخر بموجب حكم محكمي، لكن لا تنطبق عليه شروط النصب والاحتيال طالما انه المنزل لا زال قيدا اي في السجل العقاري في المصالح العقاريه لا زال باسمي انا. هلا هون في عيد ممكن يكون جرائم اخرى، ممكن يكون بيع ملك الغير، ممكن يكون اي قصه، لكن يخرج من طور النصب والاحتيال. لكن النصب والاحتيال هو محدد بالقانون. احنا عندنا عدة شروط، من استخدم ظرف كاذب، من استخدم ظرف، من استخدم شخص، استخدم الدسائس والوسائل الاحتياليه لايقاع بشخص اخر والاحتيال عليه والاستيلاء على امواله. هون في عندنا شروط معينه، احنا ما ندخل بموضوع جرم النصب والاحتيال عم نحكي عن، لكن هون المفارق انه اي شخص عم يبيع شخص مرتين عم يعتبره نصب واحتيال، لكن هو هون الضحيه انه مو نصب واحتيال، هو عده جرائم اخرى قد تكون مدنيه ما فيها مؤيد جزائي اللي هو الحبس. لهالسبب هذا الشيء اللي بيضمن للشخص حقه، انا اشتريت بيت اكيد ممكن يكون اول شيء عن طريق الوساطه العقاريه او عن طريق معارف او عن طريق ممكن انا ساوي عقد بيني وبينه، لكن لا يتم دفع الثمن بشكل كامل واعتبره انا هذا عقد البيع خلص انا صار البيت الي، لا، حتى لو انه سلمني اياه للبيت الحيازه هون باعتباره موجود في السجل العقاري وضمن المناطق المحدده والمحرره تنظيميا لا تعتبر الحيازه هون هي سند ملكيه. يجب ان يتم الفراغ والتسجيل امام الجهات الرسميه اللي هو مكتب التوثيق العقاري. استاذ احمد، اذا بنقول شخصين يمكن تعرضوا لعمليه النصب هي اللي نحن عم نحكي عنها، الاولويه في حال اللجوء للقضاء لمين بتكون ملكيه العقار؟
هلا نحن في عندنا قاعده قانونيه بتقول صاحب الاشاره الاسبق في القيد العقاري هو صاحب حق الافضليه، لكن هون نحن عندنا قد نكون معرض لعدة إشارات. دائما الإشارة الأسبق هو يعتبر يعني حسنية، لأنه يفترض بالقاعدة القانونية كما عندنا بتقول لا جهالة في القانون، يفترض بالشخص لما أنا عم أشتري منزل أو عم أشتري أرض أو عم أشتري سيارة بداية أنه أنا أكشف على هالشيء المشترك، أنه أنا أطلع بيان قيد عقاري. هذا يغيب عن أذهان الناس تماما هون، وهي الفرق. لما أنا بساوي هالعقد أمام مثلا كاتب عدل، أمام محامي، أمام مكتب، أنا فيني اطلع عليه اطلاع نافي للجهالة، اللي هي أحد شروط عقد البيع، أنه أنا أكون مطلع على المبيع اطلاع نافي للجهالة، أنا بعرفه، بعرف عيوبه، بعرف إيجابياته. لما أنا بدي أشتري مثلا منزل، أنا أول شيء بعمله أنا طلع بيان قيد عقاري له، لا أعرف هذا سواء من السجل المؤقت، من الإسكان، من دائرة التابعة له، طلع بعرف أنا في عليه إشارات، قد تكون الإشارات هي كيدية من شخص آخر، لكن قد تكون الإشارات حقيقية ويكون المالك قد باع المنزل أو العقار لعدة أشخاص فعلا. فأنا أول شيء بعرف شو وضع الإشارة، طلع محضر عقد الإشارة، هل هي فعلا إشارة منتجة وذات قوة قانونية ومؤيدة بإثباتات ودلائل وأسناد رسمية أم لا؟ لأنه في عنا كثير ممكن يكون وضع إشارة دعوة بموجب عقد بيع شفهي، ممكن يكون وضع إشارة دعوة بموجب عقد بيع عادي، ممكن يكون وضع إشارة دعوة لأي سبب إن كان، لحجز، لتسديد دين، لسند أمانة، لحجز، ممكن يكون في فسخ تسجيل لو أنا كان العقار باسم الشخص المالك، لكن يكون عليه رفع مرفوع عليه دعوة فسخ تسجيل، اللي هي تنتقل ملكية العقار بشكل كامل إلى شخص آخر. لهيك لما أنا بدي أعرف أنا كيف أنا هذا الشيء المشترك، العقار المشترك، المركب المشترك، هل هو شيء فعلا صالح للشراء ولا يوجد أي مشاكل يدخلني فيها ما بعد؟ أنا بأول شيء بستخرج السند الأساسي لهذا الشيء وبستكشف أنا هل هو يوجد عدة مشاكل قانونية عليه أو لا. طيب أستاذ، حضرتك حكيت عن الإشارة، أنه ممكن يكون البيت عليه إشارة حتى من قبل الشاري الجديد. طبعا. بيقدر يعمل شيء اسمه إشارة رهن، شو هي إشارة الرهن؟ كيف بيقدر يعملها لحتى يضمن حقه بالبيت لبين ما طبعا يتم الإجراءات الباقية من فراغ المنزل بشكل قانوني؟ هلأ مبدئيا احنا عندنا عدة إشارات موجودة بالقانون، تبدأ بإشارة الدعوة، لإشارة حجز احتياطي، لإشارة رهن، لإشارة رهن حيازي، لإشارة حجز تنفيذي، ممكن نقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي. كل إشارة من هذول هي موضوع بحث قانوني منفصل كامل إلى قوة ثبوتية في القانون. لكن نحن إشارة الدعوة أو الإشارة، خلينا نسموه إشارة، يعني إشارة الدعوة هي شيء والحجز أو الرهن هو شيء آخر، خلينا نسميه الإشارة. الموضوع على أيا كان نوعه هي تعرض حق الشاري إلى الغبن أو إلى الانتقاص منه، كونه يوجد حق مالي آخر لشخص آخر على هذا الشيء المباع أيا كان هذا الشيء. للتأكد أنا من سلامة الشيء المباع ومن سلامة أنا الشراء لي بدون أن يدخلني في مشاكل قضائية وقانونية قد تؤدي إلى هدر حقوقي أنا، اني انا اقوم بهالشيء هذا، مثل ما حكيت قبل شوي استخرج الشيء الاساسي له. يعني لما انا عم ينباع العقار او سياره لعده اشخاص على سبيل المثال، انا هون عم كون امام تنازع على الشيء المباع ما بين شخصين او اكثر. طبعا صاحب حق الافضليه هو صاحب الاشاره الاسبق اللي قام بالدرجه الاولى، لكن خلينا نحكي نحن الفرضيه الثانيه اللي حضرتك طرحتي. انا فلنقل واحد اشترى وحط اشاره اول شيء، انت اقترحتي، طيب انا فلنقل انا اشتريت اول شيء ودفعت كامل الثمن ومعي وكاله، لك انا ضامن حقي بسبب جهالي بالقانون الضعف القانوني، واشترى شخص اخر بالتواطؤ مع البائع وحط اشاره قبلي رغم انه انا اسبق، الاحقيه اللي وضع اشاره بالقانون الحقيقي لوضع الإشارة، لكن الوضع خلينا نسميه الأخلاقي والوضع الصحيح هو لو أنا مشتري سابقا ومعي أنا سنة توكيد. طبعا هون بصير في منازعة قضائية، القاضي هو اللي بقرر بموجب السلطة التقديرية له وبموجب الإثباتات والدلائل التي تبرز أمامه في المحكمة. يعني أنا كشخص أنا شاري أول لكن إشارتي ثانية، أنا بدي أثبت أنه من تاريخ عقد الشراء، من تاريخ المصالحة عليه في مديرية المالية، أثبت أنه أنا كان شرائي قبل صاحب الإشارة الأولى، وأثبت أيضا أنه صار في تواطؤ ما بين المالك والشاري الثاني. وهون كمان بصير الموضوع قانون تزداد صعوبة فيه، القاضي كيف يعني ممكن يكون أحيانا الحالات اللي حكيت أنا حدا يدعيها كمان بشكل متواطئ. يعني ممكن نرجع الحالة تبعك أنت، أنا أكون الشاري الأول وجيب أنا المالك، جيب حدا تاني ارجع ساوي له عقد بيع تاريخ سابق عن الشاري الأول. يعني هون بترجع لهيك، يعني كيف يعني في عدة إشكالات قانونية ممكن تصير، وخاصة إذا كان البائع يعني خارج عن القانون خلينا نسموه، وخارج عن الأخلاق، اللي هو بس عم بيحصل مبلغ مادي دون ضمان حق الطرف الآخر. الأفضل أنه أنا لما بدي أشتري أي شيء
بروح للدائرة اللي تابع له، سواء كان منزل بروح لدائرة المصالح العقارية، كانت مركبة بروح لوزارة النقل، مديرية النقل تابع لها، وأنا هونيك بفرق وبتأكد. لأنه للأسف حتى نحن لما عم نطلع بيان مثلا للمنزل بالمصالح العقارية بخلال فترة صار في كتير قصص تزوير، أحيانا عم يجي شخص عم بيقول له أخي تفضل هاي خراج قيد عقاري فاضي ما عليه شيء، ما في أي إشارة. لكن أنا كيف بدي أتأكد منه؟ ما بأخذه من شخص، أنا بأخذ رقم العقار لأنه هي مباحة للجمهور، مباحة للعامة. لما أنا بطلع خراج قيد عقاري أو طلع بيان قيد مركبة أو طلع، أنا بروح لهوني بأخذ رقم العقار وطلعه أنا بشخصي من المديرية التابعة له لأتأكد فعلا من سلامة وضعه القانوني. أستاذ أحمد، عم نحكي اليوم عن موضوع يمكن صار شائك بالفترة الأخيرة ومنتشر كتير كبير مثل ما حكينا، كيف بنقدر اليوم نتوجه للقضاء والقضاء يحصل لنا حقنا بطريقة صح؟ شو هي الخطوات أو الأوراق المطلوبة؟ شو هي فترة يمكن تجريم الشخص، فترة الحكم عليه قد ممكن توصل؟ على القصص اللي عم نحكي فيها نحن هي قصص مدنية، تمام، اللي هي لا تخضع إلى مؤيد جزائي، إلى حبس أو اعتقال أو سجن أو ما فيها مؤيد جزائي، هي عبارة عن نزاع مدني. وفي نسبة 90% من القصص اللي عم يتم شخص بيع العقار لشخص أو اثنين أو ثلاثة عم يرفع معروض أمام النيابة العامة بجرم النصب والاحتيال، للأسف عم يكون قرار النيابة العامة التابعة له بالمحافظة هي تخلي عن الموضوع إلى القضاء المدني، لأن الموضوع ما له نزاع جزائي، ما له عملية نصب واحتيال مثل ما ذكرت بالبداية، هو موضوع مدني عم يتخلوا منه من عن النظر بالدعوة إلى المحاكم المدنية. لما بنلجأ نحن بالمحاكم المدنية، الوثائق الأساسية هي الوثائق المبرمة بيني وبين الشخص بالدرجة الأولى، عقد البيع في حال كان وجوده، وكالة في حال كان وجوده، في حال لم يوجد أي شيء من هدول فهو رح يكون لابد يكون في شهود على عملية البيع، على عملية الشراء، على الإيجاب والقبول اللي تم ما بين البائع والشاري، على دفع الثمن، إذا كان في إيصالات بنكية، إذا كان في حوالات مالية، هاي كلياتها بتلعب دور في تكوين قناعة القاضي حول الحق وصاحب الحق فيه. ولكن لما بيكون الشخص ذو موقف ضعيف بالقضاء قد يحكم القاضي بموجب الوثائق التي أبرزت أمامه رغم أنه هو صاحب حق، لكن يعني هو بيعثم الحق مثلا للشخص، بس الشخص اللي هو صاحب، خلينا نقول صاحب المشكلة، صاحب هو اللي سبب هذا النزاع، يعني ما له هو فعلا شيء بالقضاء لحتى يمكن نردع باقي الناس مشان ما يقوموا بنفس التصرفات. هلا لك هلا ما نزاع. فهمت عليكي. هلا عمليا ما في حدا بيروح لعند القاضي بيقول له انا بعت هذا الشخص وقبضت حقه ورحت لعند شخص ثاني وبعته، اكيد ما عنوانك خلص ما في داعي للدعوه بالاساس، اللي بده يعترف ويقر بهالشيء هذا، لانه ما بتقول كل بل معظم القصص القضائيه والدعاوى القضائيه المنظور امام المحاكم راح يكون في سبب في خلال بالالتزام من قبل البائع او من قبل الشاري. يعني البائع ممكن يتذرع انه انا بقالي مليون ليره من 20 مليون ما دفع لي هون الشاري، اضطريت بيع لطرف اخر، وانا دائما عنده اعذار. كل شخص حتى لو ما كان عنده اعذار راح يختلق لنفسه الاعذار لارتكاب الجرائم هي، لكن بالنهايه هي مؤيد، هي لا يوجد الا مؤيد جزائي كونما عده قضايا هي تسمى مدنيه لا تتبع بمؤيد جزائي، المهم الدعوة الجزائية سرقة قتل نصب واحتيال، هو ما في مؤيد جزائي، يحكم القاضي فقط باستعادة الحق إلى صاحب الحق، إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ممكن يحكم بتعويض عن الضرر الذي لحق بالشاري أو الشخص الذي تم المشكلة بخصوصه. طيب خلينا نحكي اليوم كمان، قلنا ببداية حديثنا انه السيارات كمان عم بيصير فيها مشاكل مو بس العقارات، ممكن شخص، واغلب الناس بتشتري سيارة مو من شخص مباشر صاحب السيارة، عبر وسيط، عبر شركة مكتب، فكيف ممكن نعرف انه هي السيارة هي فعلا ما انا منباع لأكثر من شخص؟ شو الاجراءات اللي لازم نعملها لما بدنا نروح نشتري سيارة مستعملة مو سيارة جديدة من شركة؟ بالدرجة الاولى صار في تقديم عدة خدمات الحكومة السورية والحكومة الإلكترونية، اللي هو في الشخص بخصوص السيارة تحديدا اللي عم بحكي أنا، في الشخص اطلع على السيارة في حال وجود إشارات عبر موقع العام لوزارة النقل مديرية النقل، مجرد يضع رقم السيارة والمحافظة التابعة لها، في يعرف هل السيارة هي مين اسم المالك، شو مواصفاتها، وهل يوجد إشارات عليها. هل ممكن لنضمن نحكي الموضوع بشكل مجمل، ممكن يكون في عدة مشاكل على السيارة هي ما بيتأكد منها الشخص إلا بعد مراجعة مديرية النقل أو المرور اللي راح يتم الفراغ فيها، لأنه في شيء اسمه ضبط فحص، قد تكون السيارة عاملة حادث ومركب عليها قطعة مسروقة،
قد تكون السيارة فيها قص مثلا، فيها مشاكل يعني فنية بالسيارة، هون ما حدا فيه يتأكد من وضع القانوني بالشكل السليم إلا عبر مديرية النقل اللي يحتمل الفراغ فيها، اللي هي بسموه في شيء اسمه ضبط فحص، لأنه بيتأكدوا كل شخص اللي هو رقم تسلسلي لما بتدخل السيارة فيه على البلد بكل رقم تسلسلي موجود، هذا الرقم مطابق للسيارة اللي دخلت أم لا. هو أحيانا ممكن تكون قطعة مثلا خربت أو عملت حادث، فهي بيجيبوا له قطعة لكن بشكل نظامي برقم متسلسل بيتم مصالحة بالجمارك عليه، لكن حتى الشخص يضمن أنه أنا عم اشتري سيارة ما عليها مشاكل بده يراجع المديرية التابعة لها ويتأكد هل يوجد إشارات، هل أنا الشخص اللي عم يبيعني السيارة هل هو المالك ولا هو شخص آخر وسيط، في حال لم يكن المالك هل يوجد لديه وكالة نظامية، في حال أبرز الوكالة براجع أنا الكاتب العدل التي تم تنظيم الوكالة لديه، هل الوكالة فعلا حقيقية أم هي وكالة مزورة، هل هي وكالة من شخص إلى شخص. وحاليا أحد الأمور الإيجابية اللي كمان صارت عندنا، صار في حال شخص عم يساوي وكالة لبيع السيارة عم تنحط بأسفل، هي مو إشارة عم تجي لكن ملاحظة عم تنحط ببيان قيد المركبة أنه يوجد إشارة على السيارة لصالح فلان الفلاني، أنه فيها وكالة السيارة يتأكد منها. لكن الأمور النهائية اللي هي بتكون خلينا نسميها نحن المصفاية اللي ببين فيها كل القصص، هي لما بروح أنا بدي أفرغ السيارة أنا بمديرية النقل اللي بعرف هل يوجد إشارات، هل هو المالك الصحيح، هل هي السيارة مطابقة للمواصفات اللي أعطاني إياها المالك، هون بتأكد إنه عملية البيع تمت بشكل سليم 100%. بعض الأشخاص يمكن بيشوفوا إنه الاكتفاء بوجود شهود وعقد مبدئي بين بعضهم كان كافي لضمان الحق، خلينا نوضح هي النقطة يلي كمان سمعنا عنها كتير. مثل ما حكيت قبل شوي، نحن عندنا شيء بالقانون اسمه القوة الثبوتية أو الأسناد. الأسناد بالقانون أو القوة الثبوتية الإلزامية بالقانون لها عدة أشكال. أول شيء عندنا نحن الأسناد الرسمية. الأسناد الرسمية هي الأسناد التي نظمت أمام موظف رسمي مثل كاتب العدل، مثل الموظف اللي أمام بالمديرية النقل، مكتب التوثيق العقاري، هي أسناد رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير. المرتبة الثانية بتجي عندنا الأسناد العادية، هي الأسناد التي موقع من الأشخاص. بالمرتبة الثالثة ممكن تجي هي البينة الشخصية. البينة الشخصية هي في تكملة أقول لك، خلينا نوقف عند البينة الشخصية. البينة الشخصية هي الشهود. يعني أنا لما أنا عم روح عم اشتري سيارة من شخص ومعي أنا 3-4 أشخاص، ما في هدول الشهود، لكن لما بيجي شخص آخر معه عقد بيع يعتبر هو موقف القانوني أقوى مني أنا لأنه معه عقد مكتوب. لما بيجي شخص معه عقد بيع وبيجي شخص معه وكالة منظمة أمام كاتب العدل، موقف القانوني أقوى من الشخص اللي معه عقد بيع فقط. لهيك الشهود هني يعني خليني ما بدي أقول ما له قوة ثبوتية، له قوة ثبوتية في القانون اللي هي تعتبر بينة الشخصية اللي ممكن يجي إليها القاضي للتأكد من صاحب الحق، لكن ما هي الضامن للحق. حتى عقد البيع المكتوب ما هو الضامن للحق بشكل أمثل. الضامن للحق بشكل أمثل لأي عملية بيع أو شراء هو الموظف الرسمي اللي بيتم فيه تنظيم سند رسمي أمام موظف رسمي سواء كاتب العدل أو مكتب التوثيق العقاري أو مديرية النقل. طيب أستاذ أحمد، يعني اليوم نحن حكينا عن مشكلة ممكن كتير مثل ما أنت قلت بسبب الحرب نشأت وصار في كتير أشخاص ممكن يتعرضوا لهي الحالات. بمعرض حديثك قلت أنه أنواع النصب والاحتيال بتختلف عن هذا الموضوع، ممكن نشير بشكل بسيط سريعا كيف بنعرف أنه هي حادثة نصب واحتيال وبيتم التعامل معها بالقانون؟ خليني أحكيها بشكل يعني مبسط. النصب والاحتيال هي أنا بيع شيء مؤلي، يعني أنا بيعك بعطيك هلأ أسهم بالمطعم، طب انا مالي شيء فيه، بعطيك هالاسهم بهالسياره هي لك ظريفه وحلوه وبعطيك مواصفات وبغريك، بس هي ما انا لي. هون هي نصب الاحتيال، ساعه انا بدي استولي على اموالك بطريقه انت تعطيني اياها، مو عنوه، مو بطريق العنف، مو بطريق السرقه، انا عم انت عم تسلميني اموالك. احد يعني تعريف النصب الاحتيال انك انت خليكي انت تسلميني اموالك بطريقه النصب والاحتيال عبر خداعك، عبر استخدام دسائس احتياليه، وسائل غش، وسائل تدليس، يقول لك السياره حلوه هي انا مالكه، هي انا بعرف صاحبها، ممكن انا اجيبها، بجيب واحد معي رفيقي انا، ايه صح الاستاذ هو كان معه سياره، بدي استخدم وسائل مناورات، تسمى بالقانون مناورات احتياليه، انا بدي استخدم هون صار في عندنا جريمه نصب واحتيال. ساعه انا بستخدم ظرف انه ظرف حاجتك للسياره، ظرف انت حامله حادث لا قدر الله مثلا بالسياره لحتى اغريكي انا بالسياره، هي ما انا لي، انا ما لي اي صفه فيها، لا صفه قانونيه ولا قريبه ولا بعيده، ما لي اي صفه قانونيه. انا غايتي الاساسيه اني استولي على اموالك بطريقه تسليم، تسلميني اياها انت برضاكي، لكن انت ما بتعرفي حقيقه الوضع بشكل عام. انا عم اوهمك انه هي السياره لي، عم اوهمك انه هذا العقار لي، عم اوهمك انه انا قادر افتح لك مشروع، عم اوهمك انه انا قادر اجيب لك رخصه مثلا لاي مكان. هون بتصير جريمه نصب واحتيال، لكن هي لا يوجد شيء فيها من الحقيقه. وقد يوجد شيء بعض اللي هي حددت الماده اللي هي استخدم ظرف انا، انه انا ممكن اكون كمحامي
لك انا فيني اجيب لك بيان سويك محامي وانت ما نخرجت حقوق كوني محامي، استفدت من كوني كمحامي انا على سبيل المثال، لقلك انا فيني هيك تعتبر كمان نصب واحتيال اضافه الى عده جرائم اخرى ممكن يكون صرف نفوذ ممكن يكون اي قصه ثانيه، لكن بالمجمل النصب والاحتيال هي تسليمك انت النقود الي باستخدام وسائل والمناورات والدسائس الاحتياليه. نعم، يعني استاذ احمد كثير هذا الموضوع مهم ولازم كل شخص يكون عنده درايه كافيه قبل ما يشتري عقار قبل ما يشتري سياره، فكثير شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى فعلا الناس يشاوروا محامي او حتى يستشيروا شخص له فكر بهذا الموضوع ويقدر يساعده قبل ما يقوم باي خطوه ممكن يتعرض فيها بعدين للتسميه اللي ما بتحبها اساسا او هي ما انا موصوفه فيها لعمليه نصف. فشكرا لك استاذ، شكرا لك استاذ احمد تعبول المحامي على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. بنتمنى عن جد الناس تكون استفادت من هي الفقره او اعطيناهم هيك ارشادات بسيطه كيف ممكن يروحوا يبيعوا او يشتروا اي عقار من دون مشاكل. شكرا لك، اهلا وسهلا، العفو. أكسل مهلا ننتقل إلى غرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير فرح، تحية لك ولضيفك الكريم. مشاهدينا موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلا مؤلفا محملا بالمعدات والمواد اللوجستية والأسلحة إلى مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة. وذكرت مصادر من قرية ارميلان الباشا أن رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من برادات وصهاريج وناقلات محملة بحاويات عسكرية وسيارات عسكرية مغطاة دخل من شمال العراق وتوجه نحو قاعدة خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي. استشهدت امرأة ورجل وأصيب مواطنان يمنيان آخران بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن. كما استهدف العدوان السعودي غرب مديرية مستبة بالقصف المدفعي منازل المواطنين والقرى الأهلة بالسكان ما أدى إلى إصابة رجل وطفل بجروح. يذكر أن هذه المناطق تتعرض للقصف اليومي بغرض استهداف المواطنين المدنيين ومواشيهم. أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أنها قررت حجز كمية هائلة من المياه داخل الخزانة تحسبا لإطلاق إثيوبيا المتوقع للمرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة. وأكدت مديرية إدارة الخزانات السودانية مدير مديرية الخزانات السودانية معتصم العوض أن إدارته ستبدأ بحجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه في الخزانة عقب انتهاء فترة توزيع الخزانة. وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار العمل بمحطات طلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة. وفي خبرنا الأخير، جددت إيران التأكيد أنها لن تجري مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة قبل رفع العقوبات الجائرة التي تفرضها واشنطن عليها وعودة الأخيرة إلى الاتفاق النووي. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على أن بلاده لن تتفاوض بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة في فيينا أو في أي مكان آخر قبل عودتها إلى الاتفاق النووي ورفع كافة العقوبة المفروضة على إيران والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231. نهاية الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا شيرين من غرفة الأخبار، ومكملين بآخر فقرة من صباحنا لليوم. رح نروح لفقرتنا النفسية والاجتماعية. يمكن بهي الظروف اللي عم نعيش فيها فرح كثير من الناس صار عندهم ضغوط، ضغوط بالحياة، ضغوط بالعمل، بالأسرة، بالبيت، بكل مكان. ويمكن في أشخاص تسأل نفسها يا ترى أنا رح أقدر أتحمل كل هذا الضغط النفسي وماني قدراني أتحمل، ماني قدراني أعمل توازن بين حياتي بين شغلي بين كل المشاكل اللي عم مر فيها. وهذا الشيء بالتأكيد ممكن يكون أسبابه عدم الراحة النفسية، عدم الترويح عن النفس، وعدم القدرة على حل المشاكل اليومية اللي ممكن الشخص يمر فيها. كيف ممكن الشخص يتعامل مع هي الضغوط النفسية؟ رح نتعرف أكثر مع ضيفتنا اليوم
اليوم الاختصاصية بالإرشاد النفسي الأستاذة رند نظري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية يا رب. طبعا الحقيقة موضوع الضغط النفسي هو طبعا كل الناس بتمرق بضغوط النفسية، وطبعا ظروف الحياة ومتطلباتها أكيد هي بتجعل الإنسان يخضع للضغط النفسي. بس يا ترى قبل ما نبلش، شو هو الضغط النفسي؟ الضغط النفسي هو إدراك الفرد لموقف إنه هو مهدد إله، وبيصير القلق وما عنده الإمكانات اللازمة حتى يتعامل معه. في الحقيقة إذا بدنا نحكي إنه الأفراد يا ترى كلهم عم يتعرضوا لنفس الضغوط، لنفس الأزمات بالحياة، وكيف بيتصدوا لها يا ترى؟ على درجة واحدة؟ لا، هن فعليا مو على درجة واحدة، عندهم قدرة يتصدوا لهي الضغوط. فالحقيقة بيختلفوا حسب هذا الشيء، بيرجع على خصائصهم الشخصية، شو بيمتلكوا من مهارات نفسية مثل تفكير إيجابي، التفاؤل، مهارة حل المشكلات عندهم كيف، وحتى كمان في عندك خلينا نقول خبراتهم السابقة بالتعامل مع الأزمات، مع الضغوط، كيف يتجاوزوا المحن اللي هنا عمرقوا فيها. خلينا نحكي بالتفصيل أكثر. عم نحكي نحن عن قدرات فردية بتختلف من شخص لتاني، قد ايه بتدخل يمكن الخبرات، قد ايه بتدخل عامل النفسي الاجتماعي، دعم الوسط المحيط من أهل، عائلة، أصدقاء إلى آخره، يمكن في دعم الشخص ولحتى يكون عنده يمكن معلومات أو قدرة كافية لحتى يمكن يجتاز كل هي العقبات. تمام. هلا الحقيقه خلينا نحكي على دعم المحيط، هو له تاثير كثير كبير، بس خلينا نقول هالتاثير بيتوقف على مدى قدره يعني خلينا نقول على مستوى اللي الفرد عنده قابليه ليتاثر فيه. يعني ممكن يكون الفرد هو عنده خصائص شخصيه خلينا نقول بتجعله ايجابي اكثر، فهو اذا اجى دعم اجتماعي او كان المحيط اللي حواليه هو سلبي، فهو ما راح يعني خلينا نقول نسبه تاثره غير اذا كان ايجابي. تمام. ففعليا يعني مدى قابليه الفرد للتاثر بالمحيط هي بتلعب كثير دور. في كثير اشخاص بتلاقيهم هن سماتهم الشخصيه ميله للسلبيه اكثر، فقد ما كان المحيط داعم إلون فهن ما حيتأثروا بهذا الدعم الإيجابي إلون، بالعكس بتلاقيهم بيضلوا بيحطوا لك عقبات، أنا ما عم بقدر، أنا ما بحسن أتجاوز المحن، لأنه بترجع هي خصائصهم الشخصية. أكيد. طيب كل الأشخاص بالعموم بيرغبوا أنه يكون عندهم حالة من التوازن النفسي، لكن وجود التوازن النفسي مو دائما ممكن يكون ميسر، إما ضغوط الحياة، ضغوط العمل، مشاكل شخصية ممكن بيكون بيعاني منها أصلاً الشخص وهو بيجهل أنه هو بيعاني منها. شو هي الخلطة السحرية اللي ممكن تفيد الأشخاص بتحقيق هذا التوازن بحياتهم؟ تمام. هلأ طبعاً نحن في دائماً هي أبسط الشيء اللي وأغلب العالم تستخدمه كوسيلة هي التنفيس الانفعالي. يعني ببلش أنا صديق إلي ببلش أحكي له وفرد شو عم بحس. تمام. شو عم حس وشو عم أمرق منه من أزمات. هلأ خلينا نقول ممكن الأشخاص أحياناً ممكن يكون في عندهم صديق لحتى يحكوا له، فأنا ممكن نوه إنه ممكن أسلوب عنا الكتابة إنه يكتب هو يفرغ المشاعر اللي هو عم يعانيها اللي عم يشعرها، فهذا الشيء بيساعده. شغلة تانية في عنا في خطوات نحن حتى نكون نحسن نكون دائما هيك أيامنا إن شاء الله براحة أكثر، في عنا مثلا هي أبسط الشيء العناية اليومية. أنا في الصباح كون خصص وقت إنه أنا أعمل فيه تصفية ذهنية، خطط لنهاري شلون بدي، شو بدي أعمل فيه من أنشطة، من شغلات بدي أقوم فيها. لو هذا الشيء، لأنه أحيانا نحن بنلاحظ إذا فقت متأخر كيف بيكون النهار، بقول نهار مبلش من أوليته، فإنه مشان هيك هذا بيعكس على باقي النهار كله. في عنا أسلوب حلو كمان، هذا بيساعدنا إنه نحن نخفف شوي من الشعور بالضغوط والأزمات، هي في عنا الشعور بالامتنان، إنه أنا احصي النعم والايجابيات الموجوده بحياتي. قد ايه مهمه هي القصه اليوم كتير. نطلع على الشغلات المنيحه والشغلات الايجابيه، مو دائما انا ناقصني، انا بدي، انا عم عاني كمان شو عندي يعني. تمام. لانه الشخص وقت انت ببلش مثلا احيانا كثير الناس بيقول لك انا كلها ما في شيء حلو بحياتي، طب تعال انا وياك نستذكر الشغلات، نعد نقاط شغله ايجابيه بحياتك، وقت ببلش هو يعدهم بيطلع انا لا في عندي شغلات موجوده. يعني صار يطلع على النص الايجابي، او خلينا نقول نصف يعني الكوب الممتلئ، صار عم يشوفه النص المليان. هذا الشيء بيخليه يغير النظره السلبيه، بيحس حاله انه هو قادر بقى يتخطى الازمات والصعوبات اللي بتواجهه بالحياه. هذا كثير كثير بيساعد. كمان في عنا خلينا نقول الأنشطة، في عنا كتير كمان شيء مهم هي الناس بتغفلها، في عنا ممارسة الرياضة
احيانا ممكن ضروري انا اروح سجل مثلا بنادي، انا ممكن حدد مثلا 3 ايام بالاسبوع امشي فيهم لمده 3 ارباع الساعه، هذا الشيء كثير بيساعدني. في عندنا الاسترخاء، الاسترخاء نوعين، في عندنا استرخاء عن طريق ضبط التنفس وعن طريق الشد العضلي، هذا الشيء كمان بيساعد. في عندنا التامل، اليوغا، حتى اذا ممكن اذا حدا حب يرقص، بس المهم نشاط حركي. في نقطه كثير مهمه كمان هي المحافظه على نظام غذائي متوازن، لانه كمان كثير مثلا خلينا نقول الاكل الجاهز الهاي كله كمان بياثر. وفي عندنا كمان المحافظه على ساعات النوم، يعني احيانا الاشخاص اللي بتسهر كثير شو يعني ما حصلت على القسط الكافي من النوم، فنهارها بيكون تعبانه فيه، بتشعر بتوتر، وطبعا التوترات الكثيره هي بعدين بتزيد الضغوط وبتخلي الانسان غير قادر على التعامل مع الازمات اللي هي عم يواجهها. وفي نقطه كثير مهمه هي نحن ضروري حتى ضغوطنا اليوميه نحن نفصل بين الضغوط والمشكلات اللي عم نعانيها. مثلا انا رايحه هلا على الشغل، فانا حاترك مشكلات المنزل بالمنزل، ما اخذها معي على الشغل، لانه اذا اخذتها معي على الشغل هي فعليا مشكلات الشغل ما حتخلي يعني ما حسن اتعامل معها، بالاضافه حيصير في عندي مشكلات بالشغل وبتتراكم الضغوط اكثر واكثر واكثر، والدنيا تسكر بوشه ما بعرف لا اشتغل ولا ارجع على البيت. تمام، هي وهون بالعكس بصير في عنده نظره سلبيه تجاه نفسه، انه انا انسان غير قادر، انا انسان عم بفشل، بصير اضطربت نواحي عديده من حياته، هذا الشيء بيعود عليه كله بالسلب يعني. بس في نقطه بدي نوه عليها، انه الضغوط النفسيه هي صح اسمها ضغوط بس هي على نوعين فعليا، عندنا شيء اسمه ضغوط ايجابيه وضغوط سلبيه. هلا الضغوط الايجابيه هي اللي عم تساعد الفرد لحتى ينجز المهام بسرعه وبحسم، تمام، وهذا الشيء بينعكس عليه بتعزيزه ثقته لنفسه، بحتى انه كمان يتجاوز الازمات اللي هي عم يواجهها. اما الضغوط السلبيه هون بالعكس، الشخص هو ما عم يقدر ينجز اي شيء، بيشعر بالاحباط، نظرته بتصير سلبيه لنفسه، وهون وقتها بتظهر في عنا مشكلات ممكن يعاني منها لبعدين. تمام. طيب هون بدي أسألك، يعني دائما الشخص اللي بيقدر يشوف أي عقبة بحياته بيقدر يشوف منها الإيجابي أو السلبي هو شخص بيتخطى مشاكله الاجتماعية وبيقدر يعيش بتوازن، بس في كتير عالم ما بتقدر أساسا تكون بهي المحاكمة، يعني بحاجة لحدا يساعدها، واحيانا بتخاف تحكي، يعني بتقلك انه انا ما بدي اقول للناس مشان ما حدا يفكر فيني بطريقه سلبيه. تمام. بتتراكم هالقصص لتصير لاضطرابات بسلوكهم، كيف بدهم يقدروا يوصلوا لهالمرحله؟ هلا اول شيء هي طريقه التفكير، انه انا فعليا ما بدي اطلب المساعده، هي لحالها هي طريقه تفكير، انه انا وهي كثير بنشهدها عند اشخاص. تمام. هلا نحن صراحه في عنا هون خلينا اذا بدنا نخلينا نساعدهم لحتى يغيروا نظرتهم السلبيه او التفكير السلبي، هو بدايه انه نحن مثلا نشوف عندنا الفكره السلبيه، نشوف لها فكرة إيجابية مخالفة إلها، هي بنسميها نحن ضحط الأفكار اللاعقلانية. يعني مثلا كل فكرة غير عقلانية عندي، مثلا أنا لازم مثلا لازم أكون ناجح بكل شيء حتى أنا أكون الناس يحبوني، فهي فكرة غير عقلانية، لأنه أنا ممكن مثلا أفشل بشيء بس أنجح بشيء تاني. تمام. فأنا أشتغل على هي الفكرة وتغييرها، هذا الشيء بيساعدني. طبعا هي من خلال جداول بس الشخص بيسجل الأفكار السلبية الموجودة عنده وبيتحضر بشيء ايجابي اكثر، ممكن يكون من خلال شخص يعني نقاط موجوده عنده، من خلال توجيه لنفسه كيف هو بده يغير هالفكره. شغله ثانيه انه يستخدم حوار ذاتي ايجابي مع نفسه، يعني يشجع نفسه، يعني انا بقدر اني اتجاوز هي المحنه، انا بقدر اني اكون قد المسؤوليه، رح ابحث اكثر عن المهمه. مثلا نفترض هو حيترقى او يحصل وظيفه جديده، فهو ممكن يرتاب الشك انه يا ترى انا حقدر انجح ولا ما اقدر. فإذا كان هو حواره سلبي إنه أنا إنسان ما حأحسن أتحمل هاي المسؤولية، أنا رح أفشل، هو رح يفشل. أما بينما إذا كان استخدم حوار إنه أنا قادر إني أنجح بهي المهمة ورح أكون شخص كفؤ فيها ورح يطلع ورح يتعب على نفسه، فهو حينجح أكيد. وفي عنا نقطة مهمة كمان، حتى الضغوط اللي نحن عم نواجهها بالحياة، هو سبب الضغوط شو؟ الضغوط السلبية اللي حكينا عنها هي تراكم سبب التسويف، انه انا مثلا بسوف هذا الامر يلا لبعدين بتعامل معه، بصير بخاف اكثر واكثر. فانا هون اجي نظم وقتي اني انا اخذ هي المهام جزئها ونفذ جزء، فوقت هو عم ينجح بتطبيق كل الاجزاء هو رح يعني تزداد ثقته بنفسه اكثر، رح يصير في عنده نوع من التعزيز، وانه انا قادر بقى اتجاوز اي مشكله حتتواجهني وقادر على حلها. قد ايه حديث يمكن الشخص مع ذاته اوقات بيكون شيء كثير صح، يمكن في عبارات صباحيه، ممكن في غنيه نحن بنحبها، ممكن في جو معين نحن بحسسنا بالسعاده، اوقات لما بنسمع مين متصبح
بدنا نسمع هاي الكلمه دائما يكون نهارنا كثير حلو. كيف فينا نقدر نحكي نحن مع حالنا ونكون نحن الرقيبين على ذاتنا وعلى باقي نهارنا؟ تمام. هلا كثير مهم نحن يكون في عنا وعي ذاتي، يعني انا اسمع نفسي من جوا شو عم بحكي. في كثير اشخاص بتتجاهل حديثها الداخلي، يعني مثلا نفترض اي موقف صار بصير بيتجاهل، مثلا بصير في حكي وممكن يستخدم اللوم لنفسه. هيك انا كثير مهم اذا الشخص كان واعي بنفسه، سمع هذا الحديث اللي هو عم يحكيه، الطريقه اللي عم يحكي فيها مع نفسه يغيرها. مثلا وقت كان يحكي بطريقه سلبيه انه يوقف يقول ستوب، انا ليش كان بحكي مع نفسي؟ لا انا قادر، انا شو بينقصني؟ هذا الشيء بيشجع نفسه. هو دائما التشجيع الذاتي هو كثير بيساعد انه هو يحقق النجاح بحياته. تمام. اكيد يعني معلومات كثير مفيده قدمت لنا اياها اليوم، نتمنى نكون اعطينا هيك شويه ارشادات للناس. شكرا كثير لوفاء. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه على الاستضافه الحلوه. شكرا لك مره ثانيه رندو، كل التوفيق. اكيد سلمى لهم كن وصلنا لنهايه حلقتنا على اليوم. دائما نتمنى نكون قدمنا لكم نوع من المتعه والفائده. اكيد موعدنا بكره 9 الصباح، ضيوف جداد وافكار جديده. تبقوا بالف خير وان شاء الله يا رب يمر هذا البرد سلمى وخير وصحه وسلامه. تجوا بالكم على حالكم كثير منيح، ما بننسى الاجراءات الوقائيه دائما ابدا. الصحه والسلامه للجميع ونهارك حلو. سلام. نهارك حلو وفرح، واكيد لكل الناس اللي طالعين على اشغالهم او متوجهين على اعمالهم يتقلوا لبس مشان ما ينصابوا بنزلات برد، وخصوصا بهذا الوقت اللي نحن عم نشدد فيه على الاجراءات الاحترازيه لحتى ما نفوت باسئله كثير وهواجس عن الاصابه باي مرض من الامراض خلال هي الفتره. ضلوا بالف خير، لا تنسوا تتفرجوا علينا بالاعاده الساعه 1 او مقتطفات على صفحتنا على الاخباريه. باي باي.